المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. نرحب بكم من جديد في سلسلة الحوارات التي نخصصها لحصيلة الوزارة لسنة 2012-2016، ويسعدنا أن نستضيف من جديد السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. أهلا وسهلا بك سيد عزيز الرباح. إذن السيد عزيز الرباح، يعرف المغرب تطورا كبير فيما يخص يعني هذا القطاع، قطاع البناء والأشغال العمومية، نظرا للأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة. اعطونا نبذة أو تحدثوا لنا يعني بشكل مختصر عن هذا القطاع. يمكن أن أقول بأنه من القطاعات الحيوية والمهمة في بلادنا، وقطاع البناء والأشغال العمومية يشمل بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالنقل والتجهيز واللوجستيك، يعني البناء الذي يتعلق بالسكن، كما يشمل أيضا يعني التنمية الحضرية تعرفه المدن، المشاريع التي يعرفها العالم القروي في كافة المجالات مرتبطة ببناء والأشغال العمومية، ثم أيضا التجهيزات المائية، التجهيزات الطاقية، التجهيزات الفلاحية إلى غير ذلك. فإذن هو قطاع كبير جدا، المعطيات التي نتوفر عليها يتحدث عن مساهمته في حوالي 7% في الناتج الداخلي الوطني، ثم أيضا يشغل ما يقارب من مليون يعني ديال المواطنين من العاملين والموظفين، حوالي 8500 شركة يعني تشتغل في هذا القطاع. يعني فأعتقد بأنه يعني قطاع لن تجد يعني أرضا أو مجالا ترابيا إلا وتجد فيه مشروع من المشاريع أو برنامج من برامج المرتبط بالبناء والأشغال العمومية. نعم. وماذا عن حصيلة الإنجازات في هذه الخمس سنوات الأخيرة؟ على الحال سابقا أشرت الإنجازات مفصلة في عدد من القطاعات، يعني الطرق والنقل الطرقي، السكك والنقل السككي، المطارات والطيران المدني، النقل الجوي، الموانئ والنقل البحري، ثم أيضا في مجال ديال اللوجيستيك. ولكن أنا أريد أن أعرض هنا أمور تكاد تكون يعني ترانسفيرسال، يعني عامة وأفقية بالنسبة لكافة القطاعات التي أشرت إليها. أولها وهو القرار التاريخي الذي اتخذناه واتخذته الحكومة، وهو ما يسمى بالأفضلية الوطنية في هذا القطاع، لأنه لاحظنا بأنه في 2012 لما قمنا بعملية التقييم أنه الشركة الوطنية لا تستحوذ إلا على حوالي أقل من 40% من الصفقات التي تصل إلى آلاف الصفقات. وأنا أشرت إلى الأرقام، يعني في القطاع ديالنا كانت حتى على ما بين 22 إلى 26 مليار ديال الدرهم سنويا من الاستثمارات، هذا إذا ضفنا ما بين 6-8 مليار ديال الدراهم اللي احنا مكلفين بها لصالح الوزارات الأخرى، فإذا أكثر من 30 مليار. فيلا 40% اللي كيمشي للشركة الوطنية. فخذينا قرار ديال ما يسمى بالأفضلية الوطنية، واللي خلانا أيضا كنوصلوا الآن كنتحدثوا على أكثر من 80% الصفقات كتمشي للشركات التي هي مستقرة في المغرب، سواء يملكها المغاربة أو يملكها الأجانب. المهم هذه هذا قرار استراتيجي اللي خذته الحكومة المغربية وخذته وزارة يعني وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك. أضف إلى ذلك أن هذا القطاع 80% من الصفقات العمومية هي مرتبطة بهذا القطاع، صفقات عمومية ديال الدولة ومؤسساتها مرتبطة بهذا القطاع. ولذلك أنا أعتقد بأنه كان واحد العمل جبار قمنا به في هذا الاتجاه باش يمكن الشركة الوطنية، المقاولة الوطنية يكون عندها نصيب. لكن لاحظنا أن المدخل الأساسي لهذا القطاع لكي يكون قطاعا أكثر نجاعة وأكثر إنتاجية وأكثر تنافسية لابد واحد العدد من الإصلاحات اللي قمنا بها، ولذلك قمنا بالإصلاح المهم الذي يعرفه الجميع، إصلاح نظام المقاولات ونظام المختبرات ونظام مكاتب الدراسات، له مسميات متعددة، نظام تصنيف وتأهيل ديال المقاولات، نظام اعتماد ديال مكاتب الدراسات، نظام أيضا اعتماد المختبرات، باش نكونوا واضحين حتى لا يمكن أن يشتغل في هذا القطاع إلا من له المواصفات الضرورية للاشتغال في هذا القطاع. لا يمكن لمختبر أن يكون فيرتوال، أن يكون خيالي، لا يمكن لمكتب الدراسات أن لا يكون موجودا يعني، ولا يمكن لشركة أن هي اسمها شركة ولكن تقوم بالمناولة 100%. لابد أن يكون هناك الحد الأدنى من الشروط التقنية واللوجستيكية والمالية والموارد البشرية، واللي هذا الإصلاح خلى عدد من الشركات التي لا يمكن أن تكون في هذا القطاع تغادره، وخلى أيضا الشركات التي تشتغل بطريقة كفأة وبطريقة جدية أن يكون لها حضور قوي في هذا الأمر. أيضا كان هناك اشتغال على منظومة الصفقات، يعني وزارة المالية قامت بواحد العمل جبار في تأهيل المرسوم ديال الصفقات، واللي فيه واحد العدد ديال الإصلاحات لصالح المقاولة الوطنية، ولكن أيضا لصالح المراقبة وجودة ديال المنتوج النهائي، سواء كان طريق أو مطار أو ميناء أو 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 سد إلى غير ذلك من الأمور. وهذا اللي خلى الآن واحد نوع من الطمأنينة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، وخلانا أيضا أن نكون جاهزين باش يمكن لنا نواكب الوتيرة الآن لمتصاعدة فيما يتعلق بهذا القطاع، اللي أنا أعتقد في السنوات المقبلة غتضاعف ربما مرتين ثلاث مرات حجم الاستثمارات في هذا القطاع.
وحديثا يعني عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، قمتم بوضع يعني عقد برنامج بين القطاع الخاص والقطاع العام، تحدثوا لنا عن هذا العقد البرنامج بشكل مختصر، يعني ما هي أهميته وما هي النتائج المتوخاة منه؟ لا، هناك جوج ديال المواضيع مرتبطة بما تمت الإشارة من خلال السؤال ديالكم. اولا، وهو اننا نحن مقتنعون بانه في اي قطاع من القطاعات، وهذا دأبت عليه الدوله منذ زمان، لا بد ان يكون هناك تقارب بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن كل واحد عنده صلاحيته، كل واحد عنده وظيفته، كل واحد عنده مسؤوليته، وعليه حقوق، وعليه له حقوق وله واجبات. فكان توجه هو الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولذلك كان اعداد يعني مع الفيدرالية الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية لبرنامج العقد، نتمنى أن يوقع قبل نهاية هذه الولاية، يعني هذه يعني في القريب العاجل. رحمة الله على السي بن حميدة الذي توفي وكان من المساهمين في هذا العمل، مثل كثير من الإخوة والأخوات الذين يشتغلون في هذا القطاع، سواء كانوا في القطاع العمومي أو كانوا في القطاع الخاص. العقد البرلماني الجاهز الذي يتحدث عن تأهيل المقاولة، يتحدث عن تطوير القطاع، الموارد البشرية، مراجعة المنظومات القانونية والمؤسساتية، التصدير والإشعاع إلى الخارج، الأمور التقنية إلى غير ذلك من الأمور. الجانب الآخر في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لحد الساعة إجمالا مع بعض الاستثناءات، أن القطاع العام هو الذي يبني ويشرف وأيضا يدبر، إجمالا يدبر البنية التحتية، مثل موانئ المطارات، المحطات السكاكية، يعني إلى غير ذلك من الطرق السيارة إلى غير ذلك. ولذلك الحكومة أعدت قانون سمته قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والنصوص التطبيقية، باش يمكن القطاع الخاص في المراحل المقبلة إن شاء الله باش نسرعوا من الوتيرة، باش نجودوا الخدمات، باش يمكننا نجيبوا استثمارات، أن القطاع الخاص ممكن أن ينشئ، أن يبني البنية التحتية، ويمكن أيضا أن يدبرها، مثلا يمكن له يبني ميناء ويدبره، يمكن يبني مطار ويدبره، يمكن له يبني طريق سيارة ويدبره، يمكن يبني السكك الحديدية ويدير النقل السكاكي، يعني سواء ما هو جديد أو يخفف العبء يعني على المؤسسة. هو ليس فقط خفيف العبء، ولكن أكثر من ذلك، هذا توجه عالمي، الهدف منه جلب استثمارات، الهدف منه مواكبة الوتيرة، إلى أننا لبقينا بهذه الوتيرة نعتمد على ما يأتي من الميزانية ديال الدولة أو من خلال القروض، غادي نبقاو في هذه الوتيرة اللي كنا كنديروها هذه 20 سنة ولا 30 سنة. فالآن هناك إرادة ديال تسريع الوتيرة وديال الإنجاز اللي يمكن يتضاعف جوج المرات ثلاثة المرات، لا يمكن إلا أن ندمج القطاع الخاص. ثانيا، لا بد من تجويد الخدمات، كما لاحظتم في الحلقات السابقة، المواطن يرى هذه الاستثمارات الضخمة ولكن يريد أن يرى خدمات في المستوى. وثالثا، هناك أموال دولية كبيرة جدا، لا بد أن يكون للمغرب نصيب له من هذه الاستثمارات في المجال يعني البناء والأشغال العمومية. هناك أيضا إصلاحات كثيرة قمتم بها في هذا القطاع، نذكر منها إصلاح يعني قانون أو مكاتب الدراسات وإصلاح منظومة استغلال المقالع، تحدثوا لنا يعني عن هذه الإصلاحات. نحن اعتبرنا بأنه بالإضافة إلى النظرة اللي هي تترجم نظرة المستقبلية التي تترجم إلى برامج، إلى مخططات وبرامج ومشاريع، لا بد من إصلاح القطاع سواء في مؤسسة العمومية أو في شركات الخاصة ومكاتب الدراسات. شا واحد البرنامج اللي قمنا به لمدة 5 سنوات وعطى نتائج طيبة، لكن أيضا هناك مجالات مرتبطة بهذا القطاع، يعني على سبيل المثال يعني هناك مجالات أخرى ربما الوقت لا يسمح، يعني على سبيل المثال نظام ديال المقالع الذي يعتبر المزود الرئيسي لهذه المشاريع، بدون المقالع لا يمكن أن يكون هناك تطور، والطلب سيكون متزايدا في المستقبل كما قلت، إلى الضعف الاستثمار جوج المرات ثلاثة المرات، بمعنى أنه غادي يكون طلب متزايد على المقالع من رمال وأحجار وغيرها، ولذلك كان لابد أن نعيد النظر في هذه المنظومة من المنطق ديال يعني المنطق السابق اللي كان مبني على 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 الرخصة الموجهة حسب الطلب إلى التنافسية، ولذلك كان القانون ديال المقالع الذي يؤكد على التنافسية، يؤكد على التحرير، يؤكد على معايير بيئية وتقنية ومالية ضرورية، ويؤكد أيضا على المراقبة. القانون الحمد لله صدر، القوانين جاهزة، ويمكن لي نقول للرأي العام أنه لما جينا وجدنا حوالي 1700 مقلع
لا تحدث عن المقالي العشوائية. مع هذا القانون ما تبقاش المقالي عشوائية، لأن أي مواطن بغي يستثمر سيجد هناك سهولة للاستثمار، وبالتالي لماذا سيذهب إلى العشوائي مادم أن له مسموح له أن يستثمر؟ عندما يكون هناك نظام مغلق المواطن يلجأ إلى لام فورمال، ولكن عندما يكون هناك انفتاح وهناك تقنين وهناك، فالمواطن يلجأ إلى القانون، وهذا الذي لاحظناه في كثير من القطاعات. فأنا أعتقد بأنه ملي جينا كما قلت لقينا 1750 تقريبا مقلع، هذه الحكومة تقريبا 500 إلى 600 مقلع الذي رخص له، بمعنى من يدفع ملفه ومن يكون الملف جاهز وهناك شروط متوفرة أعتقد يحصل على الرخصة، وهذا غيفتح المجال كما قلت. اولا غادي يقلل الكلفه ديال الاثمنه ديال المقالع بالنسبه للاوراش في المستقبل، ثانيا غيخلي واحد العدد ديال الناس اللي يمكن لهم يستثمروا، ثالثا ان هناك اللي كتب عليه الله مناطق او اشخاص اللي عندهم اراضي ليس فيها الا الرمال والاحجار يمكن ان يستفيدوا من خيراتها، يستفاد من خيرات الرمال والحجار كما يستفاد من الفلاحه ومن المعادن. وماذا عن يعني الإجراءات التي تقومون بها لمواجهة يعني الاستغلال العشوائي لهذه المقالة؟ طبعا أنا دائما أقول في الأجوبة دائما هناك من لا يريد أن يلتزم بالقانون، ليس فقط في المقالع، في المقالع، في المعادن، في النقل، في مجالات، في التجارة إلى غير ذلك، هناك من لا يريد أن ينضبط للقانون. طبعا الحل الأمر الأول هو تعديل القانون لكي يسمح للجميع أن يستثمر. كما قلت مرة أخرى، إذا كان القطاع منغلقا ولا يوجه إلا لأشخاص طبيعي ليلجأ الآخرون الذين لا حيلة لهم إلى العشوائي، إذن تعديل القانون. تبسيط المساطر والإجراءات، إذا كانت معقدة المواطن يكره الذهاب إلى الإدارة وبالتالي يلجأ إلى ما هو عشوائي ولا قانوني ولا إداري، ولذلك تبسيط هذه الإجراءات وهذا شيء مهم. ثالثا وهو أنه يعني لابد من تعزيز المراقبة، يعني وهذه المراقبة في لابد أن تكون مراقبة العادية المعروفة من خلال اللجان ومن خلال اللجان ديال المراقبة ومن خلال إلى غير ذلك، ولكن أيضا مراقبة من خلال وسائل التكنولوجيا، وهذا هو الاتجاه اللي يمكننا نمشيو فيه. ولذلك التعاقد مع الطوبوغرافيين باش يمكن لهم هما يقوموا بالدور ديال تحديد الكمية، تعاقد مع شركة تكنولوجيا باش يمكن لها تراقب حركية ديال الشاحنات وأيضا التحول الذي يطرأ على 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 الجغرافيا، هل هناك مقلع تمت إضافته أم هناك مقلع تمت توسيعته واستغلالته، كل هذا بطبيعة الحال سيساهم في محاصرة هذا الأمر. وإن كان يجب أن يعلم الرأي العام مهما كانت القوانين والإجراءات والمراقبة لا بد أن هناك من لا يريد أن ينضبط، وبالتالي لا بد أن تكون اليقظة يعني مرتفعة إلى حد كبير. وهذه القوانين يعني في إطار هذه الإصلاحات، كلمة أخيرة سيد الوزير، هل هناك يعني عقوبات زجرية لمن يخالفها؟ طبعا يعني في اي مجال لابد ان تكون هناك عقوبات جزرية التي قد تصل الى السجن، قد تصل الى السجن، وانا اعتقد انه نحن لا نتمنى ذلك، ولكن اذا وصل التجاوز الى حد لا يطاق لابد ان تصل الى الامر. هناك عقوبات ماليه، هناك عقوبات اداريه، هناك عقوبات غرامات كما شرط العقوبات الماليه، ولكن ايضا هناك عقوبات قد تصل الى السجن في هذا المجال. نتمنى ان يتعبأ الجميع في هذا الامر. فاريد ان اشير ايضا نحن نتحدث عن المقالع، هناك واحد المقلع اللي هو استراتيجي اللي هو الغسول الذي كان يدبر من طرف شركة واحدة، وهذا كان لظروف معينة طبيعة الحال لا نريد أن نفصل فيها. اليوم المجال يعني اشتغلت الحكومة من أجل أن مفتوحا أمام الاستثمار، تم جرد الآن 5000 هكتار ديال الغسول ومازال الجرد قائم، وتم إعداد دفتر تحملات للبحث عن مستثمرين، ماشي فقط باش لا لكي يصنعوا هذا الغسول تتمين يعني هذه المواد. وأيضا حتى في مجال المقالع بصفة عامة أطلقنا مشروعا مع وزارة الصناعة لتتمين مواد البناء، حيث تكون المقالع يمكن أن تكون مناطق صناعية لمواد البناء للاستجابة كما قلنا يعني للتطور الملحوظ الذي يعرفه البناء والأشغال العمومية. شكرا سيد عزيز الرباح على كل هذه التوضيحات وكل هذه الأجوبة وعلى تلبية الدعوة مجددا. شكرا على وجهك وبالتوفيق إن شاء الله. مرحبا بك. أعزائي المشاهدين، أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وإلى حلقة مقبلة بحول الله.